الاكتيفيتي بوك كتاب النشاط هذا التمرين. اوكي خلينا نشتغل في هذا التمرين. اول جمله اوكي صفحه بيج 16 صفحه 16 اكسرسايز 1 التمرين رقم 1. I live in Damascus with my family. انا اعيش في دمشق مع عائلتي. He said that. هو قال بانه. شو بقول؟ هو قال بانه عاش في دمشق مع مين؟ مع عائلته. يس. مين بيحل لنا اول جمله؟ بس انا مو متاكده يعني. تفضل يا اسراء. يس. استاذ he lived his تمام he lived with his family in Damascus. تمام تمام excellent. اذا he said that. اذا قال بانه المعقول هو قال. شو عرفت هو او هي؟ الآية بتحول لهي وشو بيتعمل هو قال. طبعا هو بيعطينا مين المتكلم هو او هي او كذا. اوكي he said that he lived لأنه عاش. الحاضر تحول لماضي. وماي فاميلي طبعا عاش مع عائلته in Damascus أو عاش في دمشق مع عائلته. نفس الأمر هون أنا مبعل يعني دمشق. أوكي with his family مع عائلته. المهم إن هون كانت ماي فاميلي عائلتي. شو عبي قال مع عائلتي؟ وتنقلنا الجملة شو قلنا with his family مع عائلته. أوكي طيب مستهم. تمام استاذ. تمام استاذ. تمام الثاني I come from Canada. انا اتي من كندا. انا اتي من كندا يعني اصلي من كندا. But my parents لكن والداي are Chinese يكونان صينيان. مين هذا الكلام عم يحكي؟ عم يقول شي هي معناتها قول قالت بانها اتت من كندا لكن والداها كان مثلا صينيان. Yes. She said that. انا She said that. هي قالت بأنها أمية. تفضل أمية. She come from Canada but her parents were Chinese. Excellent. ممتاز. Excellent. إذن she said that she came. شو الماضي من come يأتي ما هيك؟ هذا فعل شاذ الماضي منه came أتت. إذا she came هي أتت. الآية تحولت لشي والكم came رديناه للماضي أتى. هي أتت from كندا من كندا. But her parents لكن والداها عبتقول my parents والدايا. شو صارت؟ her parents والداها أو والديها were Chinese كانا صينيان. شو الماضي من are were Chinese كانا صينيان. نعم. اوكي الجملة الثالثة The geography exam is not going to be difficult. الاختبار الجغرافيا لن يكون صعبا. Is not going to be difficult. سوف لن يكون صعبا. Our teacher said that. معلمنا قال yes. اوكي رند تفضلي رند. معلمنا قال yes. Our teacher said that. نفس الجملة بس في عنا تغيير واحد بيصير هلا هم رح نجري فقط تغيير واحد. استاذ انا بحلها ما طلعت. تفضلي ابتسام. يس استاذ بيصير عنا he is not going he is not going to be difficult. ايه استاذ is شو بصير هون احنا مو ان انا استاذ was الماضي من is was تمام الماضي من إيز بدنا نرد على الماضي مو إن الحاضر present simple بدي يصير past simple حاضر بسيط يصير ماضي بسيط إذا فالإيز بتتحول للواز ممتاز إذا معلمنا قال بأن امتحان الجغرافيا geography exam was not going to be difficult لن يكون صعبا آخر جملة I'm learning Spanish أنا أتعلم الإسبانية for my next trip to Spain لرحلة المقبلة تسبين إلى إسبانيا. He said that. Yes. وقال بأنه. هو قال بأنه. Yes. لأنه no, كان يتعلم الإسبانية. نعم. حلا تفضلي. Says he said that he was. نعم. He was learning Spanish. Spanish. His
for his next trip to Spain. Okay, thank you very much. ممتاز, excellent. إذا he said, هو قال, he was learning, هو كان يتعلم. الجملة الأساسية I am learning, أنا أكون وتعلم, يعني الآية بتصير هو he. والأم learning الحاضر مستمر present continuous يتحول إلى ماضي مستمر. Was learning, he was learning Spanish, هو كان يتعلم الإسبانية. For his next trip, لرحلته المقبلة, كانت أول شيء رحلتي, رحلتي المقبلة. شو صار بعدين؟ لرحلته, نقول his next trip. ما أن حكينا أنه الماضي تتحول إلى his أو her أو its, تمام؟ صفات تملك. For his next trip to Spain, إلى رحلته المقبلة إلى إسبانيا. عرفنا كيف نحل طلابي كيف نحول الجملة العادية إلى جملة كلام منقول. أستاذ. أستاذ.